ازاي تطلب اوردر من ابليكيشن العطار في اقل من دقيقة. بعد ما اخترنا المنتجات اول حاجة بنحددها اسلوب الشحن. من هنا بنلاقي خيار الدفع عند الاستلام وبندوس على اطلب. بنضيف العنوان من الايكون دي. بعد ما ضفنا العنوان ندوس هنا علشان نحدد العنوان ويظهر بالشكل ده، وتقدر تضيف ملاحظة، وهنا بندوس اكمال الطلب وبس كده انت طلبت الاوردر خلاص. العطار، اصل العطارة في مصر.